بملامح لا تخلو من العاطفة والعطاء الذي هو عنوانها كأم ومربية. إصرار وصلابة وعزيمة جعلتها تتواجد وبقوة في مجالات لا تخلو من المصاعب والتحديات، مجالات يعتقد أنها حكراً على الرجال وقد تجردها من أنوثتها. لكن كما نرى نساء زادهن إصرارهن جمالاً وبريقاً، فعطاؤهن جعلهن صلبات وفي الأزمات سند وقوة لعوائلهن. عم بتساهم ببناء مجتمعها وتطوير العمل، وعم بتساند زوجها بالبيت في متطلبات الأسرة وبناء الوطن وبناء الأسرة. كل مجال الحياة يعني إجباري بدي يكون إنه المرأة مع الرجل يشاركوا، يعني مشان الواحد يقدر يعيش الحياة والصعوبية إجباري بدي يكون في إنه من جهتين المرأة والرجل. واضح دور المرأة بالمجتمع وواضح أهميته، وهو أساسي عمل أصبح بهذه الأيام ضروري لتشارك بمساعدة زوجها ومساعدة أهلها، عملها لا يقل أهمية أبداً عن عمل الرجل بأي مجال من مجالات الحياة. إيد بإيد عم نتساعد نحن والرجل مشان نكون إيد وحدة بالشغل وينجح العمل، لو ما لنا إيد وحدة أكيد عملنا ما عم ينجح. حلو المرأة تشارك الرجل بعملها بعمله بتكون إيد بإيد بجانبه مشان تساعد أولادها وجوزها. المرأة شريكة الرجل يعني مو بس بالحياة، يعني هي بالعمل كمان يعني، ودائما جنبه بتسنده، وخاصة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة اللي عم نعيشها هلأ. عمل المرأة ضروري ونحن مستعدين للعمل تحت أي ظرف كان يعني وشو ما كان صعوبة العمل، ودورنا أكيد ضروري وأساسي داخل البيت وخارج البيت. هو الطموح والإرادة بأن تكون حاضرة قادرة على أن تعطي في مختلف المجالات وفي الظروف الصعبة سنداً داعماً لمجتمعها وعائلتها.